معنا عبر سكايب من العاصمة المصرية القاهرة محللة أسواق المالية في مجموعة إيكوتي أماني رشيد. أهلا بك سيدة أماني، يعني بداية، كيف سيتحرك الدولار في ظل قرارات الفيدرالي الأخيرة؟ تفضلي. مساء الخير. طبعا لو هنبدأ بالدولار الأمريكي فهو شهد ارتفاعات قوية خلال الفترة الأخيرة، طبعا بسبب قرارات الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأسبوع الماضي. لأول مرة منذ عام 2018 يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، بالإضافة إلى أنه أصلا يمضي قدما في سحب السيولة من السوق أو في تقليص برامج شراء الأصول، أي بمعنى تجديد السياسة النقدية. من شأن تجديد السياسة النقدية رفع الفايدة أو سحب السيولة من السوق من شأنها أن تدعم العملة المحلية وهي الدولار الأمريكي. وبالفعل بمجرد يعني طوال الأسابيع الماضية ومع تأهب الأسواق لقرار رفع الفايدة، بدأ الدولار الأمريكي يرتفع بشكل كبير جدا أمام أغلب العملات الرئيسية والسلع. ولكن الآن مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة، يستقر الدولار الأمريكي أو يستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات رئيسية بالقرب من مستويات 98. ولكن برجع عام، بالرغم من استقرار المؤشر مع هدوء الأسواق ومع غياب البيانات الاقتصادية الهامة، إلا أن الاتجاه الصاعد لا يزال هو المسيطر على الدولار الأمريكي، وبالأخص بعدما أكد المحافظ البنك جيروم باول وأكد يعني الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأسبوع الماضي أن يعتبر يعني احتمالات أن يتم رفع الفائدة تقريبا كل اجتماع حتى نهاية عام 2022. فتجديد السياسة النقدية بوتيرة قوية من شأنها أن تدعم الاستمرار أو زيادة الطلب على الدولار الأمريكي الفترة المقبلة. أيضا عندما نتحدث عن الدولار الأمريكي نتحدث عن أنه أيضا عملة ملاذ آمن مع استمرار التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، فالتوترات دي من شأنها أيضا أن تدعم ارتفاع الدولار الأمريكي على المدى القصير طبعا كعملة ملاذ آمن. فلا تزال بشكل عام لا تزال الأوضاع الحالية أو الأساسات الاقتصادية لا تزال داعمة للدولار الأمريكي خلال الفترة خلال الفترة المقبلة، وبالأخص لو وجدنا استمرار تحسن البيانات الاقتصادية الفترة المقبلة. نحن ننتظر بالغد بيانات القطاعات التصنيعي والخدمي في الولايات المتحدة، وبالطبع إذا وجدنا استمرار لتعافي أو استمرار لتحسن القطاعات فسيكون هذا داعم أيضا لاستمرار ارتفاع الدولار الأمريكي الفترة المقبلة. طيب الآن لجوء البعض من مستهلكي النفط إلى استيراد النفط مقابل الروبل الروسي، كيف سيغير حركة السوق؟ أيضا العملات، من الأكثر تضررا من هذه العملية؟ بالنسبة للروبل الروسي فهو تراجع بالقرب من 50% أو فقد 50% من قيمته خلال العام الحالي مع تصاعد التوترات ما بين روسيا وأوكرانيا، لجوء البنك المركزي الروسي والحكومة إلى إجراءات يعني صارمة كان من شأنها منع استمرار انهيار الروبل الروسي. من تلك الإجراءات التي لجأت لها الحكومة هي إصدار أن هناك احتمالية أو إتاحة الشركات الروسية سد ديونها بالروبل، من شأن يعني هذا القرار أيضا منع استمرار انهيار الروبل الروسي، لجوء أو دراسة بعض الدول أو دراسة روسيا تطبيق بشكل رسمي استيراد تصدير الغاز الروسي والنفط الروسي بالروبل الروسي، من شأنه أيضا أن يدعم العملة. اتجاه بعض الدول التي في صالح أو الدول التي تتعاقد مع روسيا استخدام الروبل الروسي، كل هذا كل تلك العوامل من شأنها يعني استقرار الروبل الروسي ومنع استمرار الانهيار، على الرغم من أن الولايات المتحدة تمضي قدما في العقوبات وهناك اجتماعات ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن عن يعني فرض عقوبات على روسيا. المفروض أن تلك القرارات من شأنها إضعاف الروبل الروسي وإضعاف الاقتصاد الروسي، ولكن نجد أنه حتى وقتنا هذا لا يزال الروبل الروسي متماسك بالرغم من يعني التحديات التي يواجهها، خاصة أن لو تم فعلا تطبيق
استيراد الغاز الروسي والنفط الروسي بالعمله المحليه، سيكون هذا داعم رئيسي طبعا للروبل للفتره المقبله، خاصه كما اشرت ان يعني الرئيس الروسي اكد على ان هناك يعني امكانيه لسد ديون الشركات بالروبل. اكثر تضررا ممكن تكون طبعا يعني هذا ياتي لصالح روسيا اولا، لو تم فعلا تطبيق تلك القوانين سيكون هذا يعني رد اعتبار لروسيا على الرغم من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحده واغلب او بعض الدول في الاتحاد الاوروبي، ويعني ممكن ان يضر هذا ايضا بقدره الاقتصاد الامريكي او قدره نجاح الدولار الامريكي في التماسك او قدره الولايات المتحده في اظهار انها اقوى يعني اقتصاد في العالم واقوى قوه في العالم. فبالطبع يعني الروبل الروسي لو تم تصديقه في المعاملات التجاريه سيكون هذا وقت ضغط على روسيا للاتحاد الاوروبي الذي يستورد منها او يسيطر على 40% من واردات الغاز والنفط. اذا ما ذهبنا الى الذهب، يعني في ظل التضخم المتصاعد حاليا، ما هو الاتجاه المتوقع بالنسبه للذهب؟ الذهب وبالرغم من لجوء الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لتشديد السياسه النقديه ورفع الفائده، ولكن لم يكن اصلا الفيدرالي الامريكي هو الوحيد الذي اتجه لرفع الفائده، هناك ايضا بنك انجلترا الذي رفع الفائده 3 مرات متتاليه. من المفروض او من المفترض ان توجه البنوك المركزيه لتشديد السياسه النقديه ورفع الفائده ان يضر بالذهب، ولكن وجدنا انه على الرغم من يعني التوجه العام لتشديد السياسة النقدية إلا أن الذهب لا يزال متماسكا أعلى من مستويات ال 1900 دولار للأونصة، وهذا بيرجع بشكل رئيسي إلى المخاوف من التوترات الجيوسياسية من ناحية بسبب روسيا وأوكرانيا ولجوء الطلب أو زيادة الطلب على الذهب كما لازم آمن طبعا مع استمرار التوترات وإلى أين ستؤول الأوضاع. ومن ناحية أخرى أن المشكلة ما بين روسيا وأوكرانيا والتوترات الجيوسياسية تسبب في ارتفاع أسعار السلع أولية بشكل مبالغ فيه، وهذا أيضا تسبب في ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة قوية جدا، وهناك توقعات أن معدلات التضخم ستستمر في الارتفاع بقوة خلال عام 2022. وجدنا أن التضخم في بريطانيا كما أظهرت البيانات اليوم أنه ارتفع ل 6.2، الولايات المتحدة وصل فيها التضخم ل 7.9، أعلى مستوياتها منذ حوالي 40 عام. كل تلك العوامل واستمرار ارتفاعات التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع يتسبب في استمرار الطلب على الذهب حتى لو على المدى القصير كأداة رئيسية للتحوط ضد التضخم. فحتى الآن نجد أنه بالرغم من تشديد السياسة النقدية إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى مثل التوترات الجيوسياسية والطلب على الذهب كما لاز آمن واستمرار ارتفاع التضخم والطلب أيضا على المعدن الأصفر كأداة رئيسية للتحوط ضد التضخم يقف أمام يعني تراجع الذهب وكسر مستويات ال 1900 دولار للأونصة. وجدنا حتى تلك اللحظة الذهب لا يزال يفشل في كسر تلك المستويات، وبالتالي فعلى المدى القصير يعني ممكن الذهب يلقى بعض الدعم، حتى لو على المدى البعيد بدأ الذهب يواصل تراجعه بسبب طبعا مضي الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة. سلبيات تجديد السياسة النقدية، من الممكن ماذا أن تكون هذه السلبيات؟ مشكلة تجديد السياسة النقدية بالوتيرة التي نراها الآن كانت من أهم العقبات التي تقف أمامنا في عام 2022. يعني كانت باول خلال العام الماضي محافظ الفيدرالي الأمريكي، وبالرغم من رؤية ارتفاعات التضخم بشكل كبير وهو ما يدعم المضي قدما في تجديد السياسة النقدية، ولكنه حذر من يعني أن تجديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة قد يضر بالاقتصاد الأمريكي بدلا من أن يكون له يعني إيجابيات على الأسواق. ولكن بالرغم أو في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات التضخم بوتيرة لم نراها منذ يعني أعوام كثيرة، وبالرغم من ارتفاعات التضخم لأعلى مستوياتها في الولايات المتحدة منذ 40 عام، اضطرت يعني كثيرة من الدول وبالأخص بنك إنجلترا الذي رفع الفائدة 3 مرات متتالية والفيدرالي الأمريكي الذي يعتبر يعني أو يتأهب أو يؤهب الأسواق لرفع الفائدة في كل اجتماع حتى نهاية العام،
كل تلك العوامل تشديد السياسة النقدية سيكون له ضررا كبيرا على الاقتصاد. ارتفاع الديون او ارتفاع المديونية لدى الدول ولدى الحكومات يعني عرقلة النمو الاقتصادي، لان بالطبع رفع الفايدة سيتسبب في زيادة معدلات الاقتراض وبالتالي تراجع الاستثمارات، وهذا قد يعرقل النمو الاقتصادي. بالاضافة الى ان رفع الفايدة يتسبب في لجوء المستثمرين او توجه المستثمرين الى السندات بدلا من اسواق الاسهم وبدلا من الاستثمارات في المخاطر او الاصول ذات المخاطر العاليه. فبالتالي تشديد السياسه النقديه بتلك الوتيره قد يكون له ضررا على الاقتصاد، واذا كان يعني لا بد من البنوك المركزيه انها تبدا في تشديد السياسه النقديه بوتيره سريعه خوفا من الوصول للركود التضخمي، ولكن على الجانب الاخر سيتسبب هذا في زياده عبء الديون، تراجع الاستثمارات، زياده تراجع معدلات الاقتراض، وبالتالي تراجع وعرقله التعافي الاقتصادي الذي يحاول التعافي منذ عام 2020 وبعد تفشي فيروس كورونا. الاحتمال تخلف روسيا عن سداد ديونها، يعني هل سيكون له تأثير على بقية العالم إذا ما تخلفت روسيا عن سداد الديون؟ صندوق النقد الدولي أكد في تصريحاته الأخيرة على أن هناك يعني مشكلة ان طبعا روسيا قد تخلف عن سداد الديون الموجوده في عام 2022، بالطبع مع استمرار التوترات مع يعني مع اوكرانيا ومع الاتحاد الاوروبي والعقوبات التي تم فرضها عليها، سيكون له ضررا يعني وخيما على الاقتصاد. حتى لو نجح الاقتصاد الروسي في التماسك، ولكنه سيكون له تداعيات سلبيه حتى لو على المدى القصير. ولكن ايضا صندوق النقد الدولي اكد على ان يعني التخلف روسيا عن سداد الديون لن يتسبب في انهيار أزمة أو وجود أزمة مالية خلال عام 2022، ولكن سيتسبب يعني أزمة روسيا الآن لن تتسبب في أزمة مالية بسبب تخلف الديون، ولكنها ستتسبب طبعا في ارتفاع أسعار السلع الذي نعاني منه، أو أغلب دول العالم تعاني من ارتفاع أسعار السلع الأولية بشكل كبير، وبالتالي ارتفاع أسعار التضخم. حينما نتحدث عن روسيا علينا الإشارة أن تخلف سداد الديون يعني لن يتسبب في أزمة مالية، ولكن ارتفاع أسعار السلع قد تتسبب في يعني عرقلة النمو الاقتصادي بشكل كبير جدا خلال عام 2022 لو لم تنجح أو البنوك المركزية في التوصل أو التصدي لهذا التحدي. وأيضا إذا استمر الوضع هكذا ارتفاع أسعار السلع من أكبر المشاكل التي نعاني منها الآن، والتي سيكون لها ضررا كبيرا على نمو الاقتصاد العالمي وعلى الأسواق المالية بشكل عام خلال عام 2022. احتمالية عودة الإغلاقات للصين بعد ارتفاع الإصابات بكورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، أيضا مشاكل سلاسل التوريد والإمداد، ما تداعيات كل ذلك على الأسعار العالمية؟ بالطبع كما أشرت يعني عندما تحدثنا عن الذهب أشرت إلى أن الطلب على الذهب لا يواصل يعني الارتفاع في الوقت الذي تعاني من الاقتصاد العالمي للعديد من التحديات. الآن نتحدث عن أغلب التحديات أو أهم التحديات التي يعني يمر بها الاقتصاد العالمي الآن، طبعا عودة ارتفاع الإصابات في ثاني أكبر اقتصاد عالمي والتهديد أو التداعيات السلبية الناجمة عن هذا الأمر على النمو الاقتصادي الصيني في الفترة المقبلة، خاصة أنه يعني لم يتعافى الاقتصاد العالمي حتى وقتنا هذا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا خلال العامين الماضيين، ولكن ظهرت مشكلة جديدة وهي مشكلة استمرار كسر سلاسل التوريد. عندما نتحدث الآن عن ارتفاع أسعار السلع وعن العقوبات التي يتم فرضها على روسيا والتي تتسبب في تراجع يعني المعروض من السلع الأساسية مثل النفط والغاز والسلع الغذائية المتنوعة، هذا يعتبر كسر واضح لسلاسل التوريد وبالتالي ارتفاع أسعار السلع في الفترة المقبلة. استمرار التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا، وهل الموضوع أو هل هذا الملف سينتهي قريبا أم أن يعني
او ام ان الدول العظمى تعتمد على الحرب البارده وسياسه النفس الطويل. فحتى الان كل تلك العوامل لا تزال تتسبب في زياده التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وجدنا ان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي الى 4.4% خلال عام 2022 في الوقت الذي يعني نعاني منه تحديات جديده، لم يعني ننتهي من تداعيات السلبيه لفيروس كورونا، لتاتي ازمه روسيا واوكرانيا لتسيطر على الاجواء وتتسبب في ارتفاع الاسعار وتشديد او تسريع البنوك المركزيه لتشديد السياسه النقديه، والامر الذي كما اشرت سابقا انه سيتسبب في زياده عبء الديون وارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه. طيب سيدة أماني، يعني الآن تعليق الدول للصادرات، يعني هذا التعليق ألا ينذر بارتفاع أسعار الأغذية عالميا؟ أود أن أسألك أيضا، هل العالم على أعقاب أزمة؟ بالطبع هناك 25% توقف لصادرات السلع الأولية. ارتفاع اسعار السلع خاصه الاوليه والغذائيه سيكون له عواقب يعني وخيمه على الاقتصاد العالمي، لا سيما على الدول الناميه ودول افريقيا. وجدنا ان ارتفاع اسعار السلع لن تكون مشكله مؤقته، ولكن سيكون لهذا الامر تبعات اقتصاديه يعني قد تعاني منه الاقتصاد خلال او يعاني منه العالم خلال الاعوام المقبله، وليس فقط خلال العام الحالي لو لم يتم التوصل الى حل نهائي بسبب هذا الموضوع. روسيا تسيطر على 40% من الغاز المتجه للاتحاد الأوروبي، وتعتبر أكبر الدول المصدرة للقمح وأكبر الدول المنتجة للقمح في العالم، ثالث أكبر دولة منتجة للنفط. فبالطبع فرض عقوبات ويعني فرض عقوبات على روسيا سيتسبب في ارتفاع أسعار السلع، واستمرار التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا سيتسبب في ارتفاع أسعار السلع. سيكون الدول الفقيرة أو الدول النامية هي الدول الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار السلع بهذا الشكل. ولكن على الرغم من يعني وجود أو هناك بعض التصريحات من قبل الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة عن احتمالات وجود فائض أو يعني وجود أو يتم استبدال النفط الروسي أو الغاز الروسي بدول أخرى، يعني قد يكون هذا يحاول من تهدئة مخاوف الأسواق، ولكن استمرار الأوضاع هكذا سيتسبب في أزمة طبعا بالنسبة للسلع الغذائية في العالم قد يعاني منه الأعوام المتتالية. إذن دول الغرب ستعاني من تضخم متصاعد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، هذا ما أكده المحللون الاقتصاديون. هل يمكن أن تخطو روسيا أو تخطو هذه الدول بحظر النفط الروسي يعني بصورة نهائية؟ يعني حتى الآن هناك لا تزال تصريحات من قبل الاتحاد الأوروبي على أنه سيكون هناك طبعا اجتماع أو استمرار لاجتماعات القمة ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن انضمام الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي إلى الولايات المتحدة وفرض عقوبات على روسيا. ولكن يعني حتى لو كان هناك تصريحات وهناك اجتماعات لصالح هذا الأمر، علينا ألا نغفل أن 40% من احتياجات أوروبا من الغاز والنفط تأتي من روسيا. علينا الاعتبار أو كما أشرت أن روسيا من أكبر الدول المصدرة للقمح، وبالتالي ففرض العقوبات قد يتسبب في زيادة أسعار السلع بشكل مبالغ فيه. حتى الآن لم نجد بديل رئيسي لروسيا عن الصادرات المختلفة للسلع القوية مثل النفط والغاز والسلع الغذائية، وبالتالي فتبقى المشكلة الأساسية. هناك اجتماعات تستمر لحد هذا الأسبوع ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكن هل أوروبا أو هل الاتحاد الأوروبي على استعداد لعدم احتياج النفط والغاز الروسي الذي يسيطر على 40% من احتياجاتها؟ حتى وقتنا هذا لم تجد الاتحاد الأوروبي ولم يجد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أي بديل لروسيا من الدول الأخرى التي تبدأ أو تصدر تلك السلع. وبالتالي فلا يزال الاحتياج الرئيسي لروسيا حتى الآن ليس فقط الاتحاد الأوروبي ولكن في العالم كله، لا يزال الاحتياج للصادرات أو السلع الواردات من روسيا السلع خاصة السلع الأولية، لا يزال العالم يحتاج إلى
روسيا بهذا الامر، وبالتالي ففرض العقوبات، واذا يعني فرضت الاتحاد الاوروبي عقوبات مثل الولايات المتحده وانضمامها للولايات المتحده، فقد يتسبب هذا في ارتفاع في اسعار السلع بشكل مبالغ فيه في الفتره المقبله، وبالتالي سنمر بازمه، او سيكون العالم على مشارف ازمه ركود تضخمي بالفعل، وليس فقط الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحده. كيف ستتعامل أوبك بلاس مع الصعود بالأسعار، يعني أسعار النفط، وكذلك يقابله شح في المعروض؟ حتى الآن لا تزال أوبك بلس يعني مستمرة في سياستها في الإنتاج، أو سياسة وتيرة زيادة الإنتاج الحالية اللي هي 400 ألف برميل شهريا، بالرغم من يعني محاولات الولايات المتحدة وبريطانيا الضغط على أوبك بلس لرفع مستويات الإنتاج، ولكن حتى وقتنا هذا لا يزال الاتجاه واضح. أوبك بلس تؤكد في كل اجتماع لها أنها تستمر في زيادة الإنتاج الحالية 400 ألف برميل فقط، وهو ما يحتاجه العالم الآن، وبالتالي يعني بالرغم من محاولات الولايات المتحدة في دفع الأسعار لأسفل وتراجع الأسعار عن طريق اللجوء للاحتياطي الاستراتيجي وصل إلى 65 مليون، ولكن يعني 65 مليون ده لم ينجح في تهدئة الأسواق، ورأينا استمرار لارتفاع أسعار النفط العالمية. الآن النفط خام غرب تكساس مستقر بالقرب من مستويات ال 110 دولار للبرميل، خام برنت مستقر عند 115 دولار للبرميل، فحتى الآن لا يزال الاتجاه الصاعد هو الاتجاه المسيطر على أسعار النفط، مع استمرار التوترات ما بين روسيا وأوكرانيا والخوف من يعني وكالة الطاقة الدولية أكدت على أن العالم سيفقد حوالي 3 مليون برميل بدءا من ابريل جاي قادم من روسيا، بسبب طبعا العقوبات الجديده التي تم فرضها على روسيا. فاحنا امام الان تراجع او استمرار في تراجع المعروض في الوقت الذي يواصل فيه معدلات الطلب ارتفاع، ووكاله الطاقه الدوليه ترفع توقعاتها للطلب العالمي، ولكن لن يقابل معدلات او ارتفاع الطلب العالمي وزياده في المعروض، وبالتالي فحتى الان كل تلك العوامل لا تزال داعمه لارتفاع اسعار النفط في الفتره المقبله. سيدة أماني، بسؤال أخير، أنباء عن هبوط في مخزونات النفط الأمريكية، هل سنشهد طفرات أخرى للخام؟ أيضا هل يمكن للخام أن يتجاوز المستوى القياسي خلال العام الحالي؟ بالطبع يعني البيانات التي أشارها وكالة إدارة معلومات وكالة الطاقة الدولية بالأمس عن نقص المخزونات او تراجع المخزونات النفط الامريكي ل 4.3 مليون برميل خلال الاسبوع الماضي المنتهي يوم 18 مارس، كان ايضا سبب في استمرار ارتفاع اسعار النفط خلال تداولات اليوم، كما اشرت خام غرب تكساس الان عند 110 دولار لبرميل، خام برنت عند 115 دولار لبرميل، يعني في الوقت الذي تصمم فيه اوبك بلس على الاستمرار في زياده الانتاج وعن خطتها في زياده الانتاج الحاليه، والوقت الذي يتعافى فيه الطلب العالمي والاسواق تستعد ل يعني فقد 3 مليون برميل من قادم من روسيا، فبالتالي استمرار ايضا تراجع المخزونات النفط الامريكي قد يتسبب في استمرار ارتفاع الاسعار العالميه مع مخاوف نقص المعروض الذي اصبح يسيطر على الاسواق، وبالتالي اذا لم نجد حلول فعاله بشان هذا الامر، واعتقد ان الحل الفعال الان سيكون في يد اوبك بلس، فبالتالي اذا استمرت اوبك بلس في تلك المستويات وتراجع المخزونات بهذا الامر، قد يتسبب بالطبع في استمرار ارتفاع اسعار النفط العالميه. هناك العديد من يعني التوقعات ان اسعار النفط من ممكن ان يصل الى 150 و160، وممكن كمان يصل الى 200 دولار للبرميل اذا لم يتم التوصل الى حل نهائي. اي مشكله او اي حل من قبل اوبك بلس عن البدء في زياده الانتاج بوتيره اسرع، وان كان هذا يعني غير او منافي في التوقعات الآن، سيتسبب في هدوء الأسواق نوعا ما في الفترة المقبلة. محللة الأسواق المالية في مجموعة إيكوتي أماني رشيد، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.